ما حكم استعمال النساء للأساور والحلق من الذهب؟ وما صحة حديث من أحب أن يلبس حبيبته سوارا من نار فليلبسهما سوارا من ذهب؟ هذا حديث شاذ عند أهل العلم ليس عليه عمل، ويجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق، لأن الصحابيات كن يلبسن الخواتم ويلبسن الأساور، ولا أنكر عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عليه جمهور المسلمين سلفا وخلفا، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.